السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. في خطوة طال انتظارها، أعلن لاعب هيرتا برلين الشاب إبراهيم مازا قراره النهائي بتمثيل المنتخب الوطني الجزائري دوليا، وجاء هذا الإعلان عبر حسابه الرسمي على منصة انستغرام ليضع حدا للتكهنات التي دارت حول مستقبله الدولي في الأسابيع الأخيرة. وقال إبراهيم مازا في منشورها: في الأسابيع الأخيرة انتشرت أخبار تفيد بأنني قررت تمثيل المنتخب الجزائري في المستقبل. كنت أود أن أبلغكم بنفسي أنه بعد تفكير طويل كان خياري هو الجزائر. وأضاف اللاعب الشاب: هذا القرار الذي دعمتني فيه عائلتي ووكيل أعمالي لم يكن سهلا بالنسبة إلي، لأنني تمكنت من اكتساب خبرة كبيرة ومهمة في منتخب الشباب الألمانية. لذلك أود أن أشكر جميع المدربين والمشرفين على السنوات التي قضيتها في فرق الشباب الألماني. ويأتي هذا القرار ليعزز صفوف المنتخب الوطني الجزائري الذي يستعد لمواجهة نظيره التوغوليا في مباراتي ذهب وإياب ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا. وقد أبدى مازا حماسه للمشاركة قائلا: أتطلع بشدة لمباراتي الدولية الأولى مع الجزائر الأسبوع المقبل. وهنا بدوركم أعزائي المشاهدين، شاركونا الآن بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. يصلكم كل ما هو جديد.